للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من فرانكفورت الأستاذ ماجد سعد رئيس المنظمة الألمانية المصرية. تحياتي لك أستاذ ماجد. يعني أزمة تضخم عالمية تلقي بظلالها الآن على العديد من دول العالم، منها بريطانيا حيث سجل التضخم هناك 7% في شهر إبريل الماضي أو في عام 2022 حسب تصريح وزارة الخزانة البريطانية. كيف ترى يعني هذه النسبة؟ هل هي نسبة يعني كبيرة ولها تأثير على الأوضاع في بريطانيا؟ مساء الخير على حضرتك، وكل سنة وحضراتكم طيبين بعيد الفطر المبارك على الشعب المصري كله. شكرا. أنا هتكلم هنا بتكلم هنا من مدينة فرانكفورت الألمانية، فأنا أكيد هتكلم فيما يخص دولة ألمانيا الاتحادية. نعم. أولا المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أعلن إن في تضخم 7.3، ودي أعلى معدل وصلته ألمانيا منذ 40 عام. الإعلان ده لسه نازل من كام يوم، ونشوف لو بصينا طبعا السبب في ده إنه يوصل بسبعة وثلاثة من عشرة من 40 سنة عمرها ما حصلت. السبب في هذا التضخم هو زيادة ارتفاع الطاقة والوقود، وزادت الطاقة والوقود 2.5% من شهر فبراير لحد شهر أبريل. طبعا دي تداعيات في ألمانيا مخيفة جدا، فهو هيقف عائق أمام النمو الاقتصاد الألماني وأمام الصناعة الألمانية. حضرتك والشعب المصري كله عارف أن ألمانيا دولة صناعية، فلما الطاقة تزداد والوقود الأسعار بتاعته تزداد عالميا، فطبعا الاقتصاد الألماني نمو الاقتصاد الألماني هيعتبر عائق. ومش كده وبس، لا ده كمان في البطالة، وفي دلوقتي المرتبات، لأن دلوقتي الفلوس اللي بياخدوها الناس ما بتكفيش، لأن معدلات الزيادة للطاقة والوقود أصبحت بكثير جدا. يعني كان من يورو 40 مثلا نوصل دلوقتي ل 2 يورو 10 سنت. ده فعلا هيبقى مخيف جدا، وفي رعب داخل المجتمع الألماني من التضخم. طب أستاذ ماجد، في تصريح كمان لوزيرة الداخلية الألمانية اللي نصحت المواطنين بتخزين المواد الغذائية والأدوية تحسبا لحالة طوارئ، كيف ترى هذا التصريح وتأثيره على المواطن الألماني؟ أولا هي نصحت كمان وقالت، دي حاجات برضو جديدة أول مرة نسمعها هنا، أنا موجود في ألمانيا منذ 35 عاما. الجديد طبعا أن التصريحات دي من وزارة الداخلية، دي كمان قالت بطاريات وشموع ومواد إسعاف، وقالت احنا لابد نستعد لهجمات سبرانية، تقصد بها هجمات فنية قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء مدة طويلة، لذلك لازم يكون عندنا لمدة 10 أيام التموين اللي يكفينا. الجديد ان التصريح ده طالع من وزارة الداخلية، لكن منذ الأزمة ومنذ أزمة كورونا وفي تصريحات بصفة مستمرة من المكتب الفدرالي للحماية المدنية. المكتب ده الغالبية طبعا غالبية المواطنين الألمان بيتابعوه، وهو منذ أزمة كورونا وهو بيصدر بيانات كتير، والبيانات اللي قالتها وزارة الداخلية أو وزيرة الداخلية السيدة نانسي فيزر ده قايلاه برضو المكتب الفدرالي للحماية المدنية، بل وحدد كمان للمواطنين كام كيلو لازم يبقى عندك كل يوم في البيت. يعني اسمحي لي يا فندم على سبيل المثال، حدد لكل أسرة لازم يكون عندهم 20 لتر ماء أو سوائل في البيت، الحبوب والمعجنات 3.5 كيلو، الخضار والبقوليات 4 كيلو، الفواكه والمكسرات 2.5 كيلو. هم نازلين بجدول حاطينه ورافعينه على صفحة المكتب الفدرالي بكل الحاجات اللي لازم تكون موجودة في كل بيت هنا داخل ألمانيا لمدة 10، يعني يكون عند كل واحد التموين. هو السؤال يا أستاذ ماجد، تأثير هذا التصريح على المواطن الألماني؟ خوف طبعا، المواطن الألماني خايف. المواطن الألماني يعني اليومين الثلاثة اللي فاتوا لقيت أصحابي كلهم بيتصلوا بيا، بتعمل شوبينج ولا لا، بتخزن ولا لا، ابتديت في ناس كتير بتقولي ما بنلاقيش حاجات كتير موجودة في السوق، لأن لما بيطلع تصريح زي كده فندم من وزيرة الداخلية، المواطن هنا في ألمانيا على فكرة احنا بنتكلم كمان على الشعب الألماني أو ألمانيا بالتحديد، هي واخدة على الإنذارات منذ الحرب العالمية الثانية.
فالموضوع ده بالنسبة للألمان مش جديد عليهم، لأن منذ الحرب العالمية الثانية ودائما كان طبعا حدوث كوارث طبعا، يمكن آخر والفيضانات يعني ساعة الفيضانات اللي كانت موجودة في ألمانيا برضو المكتب الفيدرالي للحماية المدنية كان برضو دائما بيصدر الجداول وبيصدر النصائح والتصريحات. المواطن الألماني طبعا عنده مزيد من هل يا أستاذ ماجد هناك خطة معلنة من قبل الحكومة الألمانية لمواجهة يعني هذه التطورات السريعة في الأزمة الأوكرانية الروسية التي تلقي بظلالها على ألمانيا وعلى دول أخرى لمواجهة هذا الوضع يعني غير المسبوق في ألمانيا؟ دائما لو حضرتك أو المشاهدين بيتابعوا الأخبار هنا في ألمانيا تقريبا كل يومين ثلاثة في بيانات بتصدر من الحكومة الألمانية، لكن الموضوع معلش يعني مثلا على سبيل المثال دي حاجات بسيطه، هم بيحاولوا يقللوا من استهلاك الطاقه على قد ما يقدروا. يعني دلوقتي مثلا في حمام السباحه دلوقتي ما بقتش الميه دافيه زي ما كانت زمان، بيحاولوا يقللوا الميه هتبقى ساقعه في حمامات السباحه الفتره الجايه، لكن الموضوع مش سهل. نعم. وبيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يقللوا من استهلاك الطاقه. اذا هو ترشيد الاستهلاك بشكل عام هو السمة العامة يعني للمرحلة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ ماجد سعد رئيس المنظمة الألمانية المصرية، كنت معنا على الهاتف من فرانكفورت.